أقامت مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية لتوزيع 1200 مشروع اقتصادي و12 طن لحوم و6000 كرتونة بمحافظة بني سويف. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسات التحالف، والذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن توفير مصدر دخل كل شهر ل200 أسرة من خلال 1000 فرصة عمل. الأجمل النهاردة أن احنا كنا موجودين مع الناس اللي استلمت في المراحل الأولى عشان نشوف إزاي هذا القرض غير حياتهم. شفنا محل للمنظفات، وشفنا نجار، وشفنا كمان ترزي. شفنا النهاردة إزاي قدروا بالمساعدة البسيطة بهذا القرض البسيط أن هم يحولوا حياتهم للأفضل. كمان شفنا النجار اللي فتح بيتين جنب بيته هو شخصيا، بقى عندنا بالفعل تمكين اقتصادي بيتم تنفيذه في المحافظة. هذه المبادرة وهذا التحالف نشأ قويا، وإن شاء الله هيكون له أيادي بيضاء على كل أرض مصر. النهاردة مع مؤسسة أبو هشيمة الخيرية، مع حياة كريمة، بنؤكد على ثلاث معاني رئيسية هي فعلا التعاون من حيث التمكين الاقتصادي، التمكين الاقتصادي اللي كان معانا معالي محافظ بني سويف على ارض الواقع، ونزلنا على المشروعات على الواقع، اذا كانت نجاره، اذا كانت ترزي، اذا كانت منظمات صناعيه، اي حاجه. بنقول لاي انسان على ارض مصر الطيبه، حرفي او مهني، ايدينا في ايدين بعض، احنا معاكم. احنا بنبقى موجودين هنا كل شهر، بنسلم في كل شهر 200 مشروع، وبنسلم كمان طرود غذائيه ولحوم. احنا النهارده اليوم مختلف ليه عن الشهور اللي فاتت؟ اليوم مختلف عشان احنا نزلنا للمشروعات في مكانها، بدأنا نشوف ايه نتيجة اللي احنا بنعمله ده. النهارده استلمنا مشروع من التحالف الوطني، واحنا بنشكر الرئيس والدولة جدا، لانه المشروع ده هيبقى مصدر رزق لينا ولاسرتنا الكريمة. استلمنا النهارده مشروع من التحالف الوطني، وان شاء الله يكون دخل لينا ومعاناة لينا ولاسرتي، وان يعيننا على المعيشة.